يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البقاء في ما حكم البقاء في المسجد الحرام لعدة أسابيع من أجل الاستشفاء بماء زمزم؟ البقاء في المسجد المحرم أو في غيره، لو تبقى طول عمرك في المسجد طيب، هذا طيب. وما زمزم ما هو لازم تبقى في المسجد، تجي كل ما تعطش وتجي وتشرب لو ما أنت في المسجد، أو تشرب من الأزيار اللي أو البزابيز اللي خارج المسجد، ما هو يبقى في المسجد علشان يشرب من زمزم. نعم.